السلام عليكم، صفي ثاني، كيف حالكم؟ ازيك يا استاذ ملوك؟ ازيك يا استاذ بودي؟ بودي مش موجود، النهارده ان شاء الله هناخد يا استاذ بودي، تعالى هنا. بس بودي مش موجود اصلا. اوجي يا عم، النهارده هناخد حاجه بس جديده. شفت الواد اللي انا عملته؟ اي قلبي، وديتك نجمه. شفت النجمه اللي انا اديتها لك؟ لا نجمه ادي كده، ولسه هدي ملك هو كمان بعد الحصة ان شاء الله. احنا النهاردة كتاكيتي هنراجع مراجعة بسيطة على قصة آلة الزمن، وعندنا قصة جديدة بعنوان عندي موهبة. تعالوا نفتح هتكلم صفحة كام؟ 114، 112. مية الاول هنفتح وأربعتاشر، 112 الاول. مية واتناشر، مية ايوه وأربعتاشر اللي هتجيلنا القصة. خلاص الاول، بس فتحها هنفتح 112. فتحها، أيوة، بس من كمراجعة مستوى على تتعور قصة طبعا. آلة الزمن. بس بس سوري نعم، تتعور. تتعور وانت عايز تتعور ولا ايه؟ لا مالها بوزي؟ ترى طب لو انتوا لاحظتوا هنا هتلاقوا ايه، ان احنا مكتوب هنا، بصوا يا شباب، شايفين الحتة اللي انا هعلم عليها دلوقتي؟ بيقول هنا 289، نص الاستماع صفحة 289. شطور يا ملوكة. أنا هفتحها من عندي هنا أهو، وبعدين هو عايز آلة الزمن. هننزل هنا أهي، افتحتها. بصوا احنا هنقرأ موضوع الثالث، آلة الزمن. يقول آثر طفل قوي وشجاع، لاحظ معلمه أنه يجيد بس التواصل مع هي دي الآخرين. أيوه هي دي. فقال له: هل تعلم أن مهاراتك تساعدك على أن تصبح رجل إطفاء ناجحا في المستقبل؟ سمعتوها ولا أقولها تاني؟ سمعناه. طب ركز يا ملك هنا. هل هنا بيقول لي بقى إيه؟ استمع ثم ضع علامة صح أو علامة خطأ. آثر طفل كسول وخجول، هل ده صح ولا خطأ؟ غلط. خطأ. شطار. من مهارات آثر التواصل مع الآخرين. صح، ما الجواب الأول ليه؟ احنا بنجاوب على طول، احنا ما قلتش واحد ولا اتنين، انا قلت احنا كلنا. يا عم بوزي اللي ساكت. توقع المعلم ان يكون آثر طبيبا ناجحا. أيوة. لا لا، لا رجل اطفاء. طب اكتب تحت كل صورة اسم المهنة التي تدل عليها. ها، اول صورة أنا عرفتها. أول طيار. صورة ضابط، طيار؟ لا، ده طيار مش ضابط، طيار ولا ضابط؟ ده طيار. لا طيار. طب واللي جنبيه اسمه ايه؟ نجار. نجار. ايوه، قطقيت. اي خلي بقى جابت، خلي بقى بالك الجواب التاني. الصورة الجميلة اللي واقفة عند السبورة دي اسمها ايه؟ تمسها مش هنوصل. لا مش هنوصل، احنا بنكتب تحتها مش بنوصل، سهل بنكتب معلمة. تحتها. معلمة. معلمة. اللي بعديها طبيبة. طبيبة. بقى يلا يا مالك، بسط. استنوا بقى. هنا الطيار بيعمل ايه يا ولاد؟ استنوا، هو ده مش طيار، صدقوا بقى. شفتي ضابط. ما هو انا شفتي ما بقى بصيتش على تحت. ماشي، مش نعم، هو هو ده نفسي طيار. هي نعم، آخر واحدة، آخر واحدة طبيبة. بعد الطاء باء. باء. ايوه، باء ياء. استنى بس كده، هي النقط بتدخل على بعض، معلش يا استاذ مالك. باء وبعدين ياء وبعدين باء. طب ضابط هنوصله بقسم الشرطة، ونجار هنوصله بورشة النجار، والمعلمة بالمدرسة، والطبيبة بالمستشفى. ها يا استاذ ملوك، خلصتها. دكتور. ها، حد لسه؟ بس عايزة أعمل أنا التحليل. ملك اتنين وأنا اتنين.
ماشي. بس هو الأستاذ مالك راح فين؟ مودي الجامعة دخلت أهي، دخلت مودي العجلة وحشتيني حنتوتة. انتوا عارفين بجد ان مودي عملت لي الفيديو جميل جدا في اخر الحصه دي، العربية هعرض لكم الفيديو يا مش مودي. عايز أشوف. بصي يا ولد، عشان انت ما عملتش فيديو، كل ده عشان انت ما عملتش فيديو. يعني انا مالك خلصت هو اللي الحصه. عمل؟ اه مالك عمل لي زراعه الفول باين. يا مودي افتحي أنا الفيديو. هتضايق، ما عنديش عليكم حاجة. السلام ورحمه الله وبركاته. خلصنا. ازيك يا قمر؟ ايه الفيديو القمر ده يا بس مودي؟ شكرا بس على الفيديو. أنا غلبان، ما عنديش حاجة. انت ما عندكش حاجة؟ أيوة سلامتك يا روحي. انت قلت خط فيكس النهاردة. احنا لسه في اول صفحة 112 يا مودي. هناخد القصة، هناخدها، بس احنا بنراجع على القصة اللي فاتت. يلا تعالي هناخد شيلي قصة جديدة. ويقول ماشي لنا. افتحي 112 ماشي، وهاتي نشاط جيم. نعم أنا لسه مش كتبت ضابط. اكتبها ضابط. هو انا شايفاه والله طيار. انا مش عارفه ايه اللبس ده، ازاي ده يبقى ضابط؟ ده لبس ايوه ده طيار. طيار، ده طيار. ايوه بس هو ما المشكله يا مودي ان هو كاتب قسم شرطه تحت، يبقى الطيار ازاي؟ كنا يبقى كاتبينها زي ضابط الناس. طيار كده، هيطير في قسم الشرطه اكيد. لا هنقول خلصنا. انا قال لي جبت بطيس طيارات. ايوه هو كابتن طيار المفترض. ماشي، هو المفروض هو لابس تيشيرت طيار ايوه مش والله يعني انا شرطة. بقول كده، بس هو كاتب لك هنا قسم الشرطة، يبقى هنكتب ضابط عشان هو الضابط اللي بيشتغل في قسم الشرطة. شفت ليه بقى بس اللي مش صح؟ هو لبس. كتاب شفت لبن؟ بقى مس شفت بقى مس اللي صح؟ خلصنا ولا لسه؟ يلا عشان عايزين نحل جيم. لسه أكتب طبيبة. طيب اكمل كل ومس سؤال من الاسئله الاتيه. نعم هو ده مش هتحل فوق صح والغلط. ما هبقى اجيبهم لها في الاخر، خليها بس دلوقتي بتحل ده. آه يلا بيقول لي ماذا ايه؟ عايزين نكمل السؤال ده. الاجابه بتاعته بتقول نادى الصائق سميرا ليوقظه، يبقى هنقول لماذا ايه؟ نادى. نادى السائق سمير. ايوه برافو عليك. لماذا نادى الصائق سميرا؟ بس كده. خلصنا. ايوه خلصنا. هلا يلبس مسامير بالمستقبل. انا بيقول لي اه مين الأداة اللي بنجاوب بيها بلا او نعم؟ مين؟ ها هذا وهذه يا ابني، أداة استفهام. بيقول هلا هل ومن مسامير بالمستقبل وماذا وحاجات كده. ايوه مين اللي بنقول فيها لا او نعم؟ مين؟ لماذا؟ من؟ ما؟ لا مش من ولا ما. ها كم؟ كم؟ لا مش كم للعدد. ها ثلاثة الاستفهامات. ايه، متى ولا هل؟ هل هل بس هل هي دي. متى؟ هل لا متى للزمن. أنا قلت هل. برافو عليك، بس استنى اكتبها صح. أنا صوت كمان تاهل. طب مهن سمعتها بالقصة. سأل هنا رقم 10 مهن، يبقى هقول ايه؟ مين اللي الأداة اللي... برافو عليكي. كم طيب لما أقول ما بعدين الإجابة بتقول المهارات التي ميزت أدهم اختيار الألوان، هنقول ايه؟ المهارة على ألمان. التي ميزت أدهم
خلصنا كتاكيت؟ ايوه بس ايوه قلت اللي انا اتنين بتاع وملك اتنين تلات ويا واحدة. سلام ومودي بقى. خلاص ملك واحدة وانا اتنين عشان دخلت قبل. انا جبتها لك. بيقول هنا حل الكلمات الآتية إلى مقاطع صوتية، كل بس واحد واحدة. حلت الأخيرة. ماشي، وأنا هاخد الأخيرة. شكرا يا بودي. يلا يا بودي، توصيلات هنحللها إزاي؟ التاء والتاء والواو مع بعض، شطور والصاد والياء مع بعض، واللام شطور والألف مع بعض، والتاء لوحدها شطور. غلبانة. غلبانة يا قلبي، سلامتها. ماشي، ملوكة. نعم. الكلمة الثانية الطاهي. سهلة. أيوه استنى بقى حل بتاعتك في الكتاب. الألف الطاهي، واللام مع بعض. وبعدين والتاء والألف مع بعض. استنى يا ملوك، اوعى تقول كده. احنا قلنا الاول نبص لو الكلمه فيها شاده نفك الشده يا استاذ مالك، لان الشده أيوه عباره عن أيوه ساكن ومتحرك، طاء ساكنه وطاء مفتوحه، والطاء الساكنه هتيجي مع اللي قبلها، اللي هي مين قبلها؟ اللام. هاتلك لا ايوه، يبقى هنكتبها مع الالف واللام، والطاء المفتوحه هتيجي مع المد عشان هي طويله، صح يا ملوك؟ صح. ايوه بس عشان بعدين المفروض الطاء المفتوح عشان المد ما بيجيش مع الا مع الفتحة. فتح. برافو عليك، المد يحب الفتح. طيب يلا يا مودي، السباكو هتحلليها ازاي؟ امودي، استاذة مودي، الألف واللام مع بعض. الاول عشان ما تتلخبطوش يا اولاد لازم نعمل حاجة. ايه هي الحاجة اللي الألف هنعملها؟ واللام والسين مع بعض. ايوه، سهل. الاول افك السين عشان هي مشددة، يعني سين ساكنة وسين مفتوحة، والسين وافك والباء باء. مع بعض. برافو عليكي، وافك الباء تبقى باء ساكنة وباء مفتوحة، يبقى الف وسين ساكنة. فطور يا مودي. وبعدين السين والباء اللي هي السكون، السين والباء يبقى السين كده، الفتحة يبقى والباء كده السكون. الباء لوحديها والكاف لوحديها. استني، في مادة ألف الباء باء. بنقعد معاه بقى معاه. أيوة، يبقى الباء والألف. شطور. وبعدين الكاف اللي عندها ايه ضمة، اللخبطة دي؟ اللخبطة دي ليه؟ ده هي عشان فيها بس شدتين. بس دي سهلة، بس بس سهلة جدا. طب كف كبيرة لوحدها كده، وباء مع الياء واللاء لوحدها والتاء لوحدها. انت كلمة خدت غلط. بتاعتي، انت خدت بتاعتي. اخس عليك، ليه؟ اخس عليك سهلة يا أصلا. ملوكة. طب أنا بقى اللي هاخد البتاع اللي بعدي تكون بتاعتك. هو ما فيش حاجة تانية يا سيد، انتوا مش سايبين لي كلمة اعملها يا ولاد؟ اخس عليكم، مش يا سايبين حاجة صبري اعملها سهل بتاعتي يا بس. مس، لو مالك خد بتاعتك. يا حبيبة قلبي تسلمي، شفتوا البنت البنوتة الأمورة؟ يلا كتاكيت، أنهينا ولا لسه؟ بس استني بقى استنى بقى، أنا عملت شدودي حاجة. صح. خلصت شدودي، خلصت انا كمان. خلصنا ولا لسه؟ لا خلاص. خلصت يا مس. طيب تعالوا بصوا بقى، النهارده عندنا زي ما احنا قلنا كده في بداية الحصة، ان احنا عندنا ايه؟ عندنا قصة اسمها عندي موهبة. أحب ايوه، عندي عندي موهبة. احنا موهبة. هناخد النهاردة فعلا يا مس، احنا هناخد النهاردة قصة. عندي ايوه، هنا موهبة. بيقول لي بقى، تعالوا نشوف كده يا ولاد، بيقول لي عبر بالكتابة عن موهبة كل صديق من اصدقائك. اول واحد اللي بيلعب كرة القدم ده.